السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من المناطق المنكوبة، أشغال كبيرة في كل مكان بعد زلزال 8 شتنبر، تصدعات كبيرة على مستوى مجموعة من الطرق. اللهم لك الحمد، الفرق المكلفة دخلت على الخط وبدات الاشغال هنا في الجنبات، وكما كتشوفوا معنا دائما فالعمليه ديال الهدم ديال بعض الجبال باش ندخلوا فيها مباشره باش نديروا الطريق توسع اكثر واكثر، عوض انه يتم ترميم التصدعات اللي جات على الجنبات ديال الطريق. الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، وبتعليمات من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله شفنا الاشغال انطلقات وتعويضات مهمه جايه في الطريق لجميع الاسر المتضرره من الزلزال. فالله يرحم موتانا، الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. وكما كتشوفوا هاد الصور ديال مجموعه من التصدعات في الجنبات ديال الطريق. في البدايه كنبغيو نقولوا للاخوان السائقين الله يجازيكم بخير، وانتم في هاد المناطق او المناطق النائيه بصفه عامه نمشيو بشويه وردوا البال، لانه كنشوفوا الوضع هنا شويه صعيب، والعمليه ديال الحفر كنشوفوا الاليات كتدخل لنا في الجبل طول وعرض علاش باش تعطينا الطريق تكون صحيحه، عوض الجنبات هنا ترمم، والشتاء والثلج جاي في الطريق يقدر يجر هذا الشيء مع الواد. فكما كتشوفوا معنا كاين تصدعات اللي هي كبيره، والاشغال الحمد لله انطلقات. والبشاره الخير اللي كنبغي ناكد عليها هو ان اغلب الطرق تفتحات الحمد لله، اغلب الطرق تفتحات، ومجموعه من المعدات والاليات ديال الحفر ومجموعه من الامور فكنشوفوها الان مفرقه على مستوى جميع المناطق اللي تاثرات الطرقان ديالها بالزلزال. اكيد شفنا مجموعه من المساعدات، شفنا مجموعه من الاعانات اللي برهنوا بها المغاربه على العطاء والسخاء ديالهم، واللي خلات العالم كل شيء كيهضر باسم المغرب. اللهم لك الحمد والشكر. هادشي ماشي جديد على المغاربة، هادشي ماشي جديد على المغاربة، وكما كتشوفوا الأشغال متواصلة هنايا في الجنبات. الله يسخر الأمور يا ربي، وعما قريب غيكون فراج كبير. شفنا كيفاش من بعد الزلزال وجد الماء، وشفنا كيفاش من بعد الزلزال فاضل الخير، وشفنا كيفاش من بعد الزلزال غيجيو تعويضات وسكان ومجموعة من الأمور اللي هي غاية في الأهمية. فالوقت اللي كنهضروا على الأشغال والتراكس حاضرة هنايا والجرافات ومجموعة، شوفوا الإخوان التصدعات اللي كاينة هنايا، الله يعوض خير يا ربي. فالوقيته اللي كنهضروا على الأشغال فكنهضروا كذلك على المجهودات اللي كيقوموا بها رجال الدرك الملكي، كذلك رجال القوات المساعدة، جميع الإخوان المتداخلين في العملية ديال إعادة تأهيل هذه المناطق إن شاء الله. خوتنا في الخيام وكيستعدوا هما فرحانين وكيشكروا كاع المغاربه فين ما كانوا. في نفس الوقت اللي كنشوفوا الاشغال كنشوفوا الاعانات مازال كتلتحق بالمناطق النائيه، مازال الخير جاي لقدام. والحمد لله من خلال المواكبه اللي شفناها كنشوفوا انه اغلب الدواوير اللي كانت فيها اضرار كبيره استفدت مقارنه بالمناطق النائيه اللي كانت فيها بعض التصدعات، والحمد لله ما كانوش فيها وفيات. فكما كتشوفوا وسبق شرنا مجهودات كبيره كيقوموا بها رجال الدرك الملكي، هنا مجموعه من الاليات والمعدات اللي مستمره في العمل ديالها. اكيد الفرق ديال العمل هنايا كيتقسموا على مجموعات، على امل ان شاء الله انه في القريب العاجل يتم تاهيل جميع الطرقان على اعلى مستوى. واكيد كننتظروا فارغ الصبر البدايه ديال البناء، البدايه ديال البناء ان شاء الله ديال المنازل ديال الاسر المتضرره، وكل دار على حساب الضرر اللي عندها. كاين ديور اللي غادي تعاودوا تبناها، وكاين ديور اللي ممكن يترمموا على حساب الحجم ديال الضرر اللي عند كل اسره اللي صراحه كيتواجدوا وسط الجبال، وسط الجبال منذ وقوع الزلزال، وكنشوفوا خدمه كبيره اللي كدار. فالله يكون معاهم والله يقويهم، هادشي اللي كنتمناو. اكيد وسط هاد الجبال ما كيرتاح البال حتى يتقادوا الطرقان،
ويتعوض خوتنا في الواقعة اللي وقعت، والله يعوض بما أحسن. أكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كيأكد ويعاود يأكد على أنه خاص سريع الأمور، سريع المرحلة ديال الإصلاح، على أمل إن شاء الله الأمور ترجع لمجاريها في أقرب وقت. فهذه هي الأجواء هنا بجبال المناطق والدواوير المتضررة هنا في النواحي ديال إسني الحوز. نفس العمل اللي كاين هنا كنشوفوا جهة الجماعة ديال أنكال. أنكال صراحة اللي كنا دزنا عليها حتى هي، وشفنا مجموعة من المنازل اللي طاحت بالمرة. ومن خلال الفيديو غادي تشوفوا معنا ان الناس داروا الخيام ديالهم، خرجوا مساكن الجنبات ديال الطريق، لان كاين منازل اللي طاحت بالمرة، وكاين منازل اللي تصدعات شي شوية، وكاين منازل اللي على حسب خسائر الحجم ديال الخسائر كيختلف من مكان لمكان، وكاين دواوير اللي مشات بالنسبة ديال 90 حتى 95%. الصورة قدامكم غنية عن كل تعليق. الحمد لله جاي الإصلاح وجاي تغييرات كبيرة. سبحان الله سبحان الله كيفاش كانت الأمور وكيفاش ولات وكيفاش تقلبات. الناس كان عندهم مشكل ديال الماء، مشكل كبير. اليوم كنشوفوا الماء ولا غير فايد. الناس كان عندهم مشكل ديال الماءونة وبزاف الحويجات، الخير ولا غير فايد. الناس كانوا في مناطق نائية، سكن اللي كان صعيب وهش. جات المرحلة اللي غادي نشوفوا سكن مضاد للزلازل، سكن اللي غيكون على أعلى مستوى. مجهودات كبيرة كيقوموا بها الإخوان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله يكون معهم. هادشي اللي كنتمناو، وتحية للإخوان اللي كيتواجدوا في الجنبات تما وكيوافيونا بكل كبيرة وصغيرة، كذلك كيقربونا من بعض الأمور اللي كنبغي نقول لهم شكرا بزاف. والله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير. هادشي اللي كنتمناو في الوقيتة اللي كنشوفوا الأشغال في هاد المناطق هادي، فهناك كذلك نقاط أخرى بالقرب من مدينة مراكش فيها أشغال، واللي غنحاولوا إن شاء الله ما أمكن نوافيكم بمجموعة من المستجدات اللي كتتعلق بالأشغال. دائما غنرجع ونكرر الإخوان السائقين والأخوات السائقات اللي كيمشوفوا الجبال، الله يجازيكم بخير. أردوا البال، أردوا البال مع شوية الطرق اللي محطوط جديد، ردوا البال على أمل إن شاء الله أنه تسالي الاشغال ونشوف امور اللي هي مزيانه. وكنتمنى من الله، لان شفت هذا الفيراج وفكرني في طريق كريفله، كنتمنى من الله التفاته لكاع الطرقان اللي في هذه الحاله هذه. الله يسخر الامور، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.